بحبش الغباوه. انا عندي مشكله مع الغباوه، حصلت له مشاكل كتير بسبب التيك توك، وبيعامل الطلاب زي ولاده وبيجيب لهم شغل يزودوا بيه دخلهم. حكايات واسرار في حياه اشهر دكتور جامعي على السوشيال ميديا، اسمه الحقيقي احمد عبد العزيز، معروف بين طلابه بدكتور زيزو. من صغره بيحلم يبقى ممثل، علشان كده اول ما خلص ثانويه عامه قدم في المعهد العالي للفنون المسرحيه، بس حظه ما ساعدوش وسقط في اختبارات التمثيل بسبب انه كان ألدغ في حرف الراء. ساعتها قرر ما يسيبش المعهد ودخل قسم ديكور، ومن هنا اكتشف موهبته في الرسم وفي النحت، وكل سنه بيطلع الاول على الدفعه وبقى معيد وحاليا استاذ دكتور في القسم. في الأيام اللي فاتت دكتور زيزو اسمه تصدر الترند على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو ظهر فيه بيهزر مع الطلاب وبينصحهم يخافوا على مستقبلهم ويهتموا بدراستهم وكأنه أب ليهم. دكتور زيزو رغم معاملته الكويسة لكل الطلاب، لكن ده ما يمنعش أنه بيشد عليهم في أوقات الامتحانات وبيطرد أي طالب يتأخر عن ميعاد المحاضرة، علشان أهم حاجة عنده استفادة الطالب من كل معلومة بيقولها جوه المحاضرة. وزي ما كتير من التعليقات الإيجابية جات لدكتور زيزو بسبب طريقة معاملته لطلابه، كمان جاله بعض الانتقادات، وفي ناس شافت أنه بيصور الفيديوهات وبينزلها على تيك توك علشان الشو والترند، وناس تانية مش عاجبها الكلام، واللي كتير ما يعرفوش أنه سقط ابنه اللي بيدرس في نفس المعهد بسبب إهماله للامتحانات وللمذاكرة. وده معناه ببساطة أنه ماشي بمبدأ الكل سواسية. كمان طلع في لايف قبل كده قال انه قدر يستغل التيك توك في الترويج لمشاريع طلابه في كل الفرق، وده ممكن يساعدهم وكمان يلاقوا شغل ودخل مادي حتى وهم لسه بيدرسوا في الأكاديمية. في النهاية دكتور زيزو قدر يبقى دكتور بدرجة أب، ياريت الكل يبقى زيه.